قد عملت أمي عملية منع الحمل، وذلك ليس خشية الفقر ولا كثرة الأولاد، ونحن والحمد لله في أحسن عيشة ولدينا كل ما نحتاج إليه، ولكن عملتها من أجل المرض، فهي عند بداية الشهر التاسع تمرض وتعاني آلام الولادة، وبالذات في الثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر قبل الولادة، وفي الطفل الثامن زاد عليها الألم ولم تلد إلا في المستشفى، ومنها عملية منع الحمل. فما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عليها خطر من الحمل على حياتها فلا بأس أن تعمل أن يمنع الحمل، أما إذا لم يكن عليها خطر من الحمل وغاية ما يكون أنها تتألم فإنه ينبغي لها أن تصبر ولا تمنع الحمل، لأنه من المعروف أن الحمل فيه آلام. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فلا بد من الآلام، إلا إذا وصل الأمر إلى حد الخطر أو الألم غير المتحمل فلا بأس أن تتعاطى ما يمنع الحمل درءا للضرر عنها. جزاكم الله خيرا.